بعيد الحب نبعت لكم رسالة حب وسلام من قلوبنا لقلوبكم. معكم سارة من بلوك ميدل إيست تورونتو. نحن معكم من المقدم الرسمي لفورمر مسي ساجا مير هيزل ماكاليون. رح ننقلكم أحداث هيدا النهار التاريخية. هيزل كانت قائدة جبارة تركت بصمة حلوة بقلوب كل إنسان. هيزل ماكاليون was a giant. We're never in doubt as to where the mayor stood on any issue. I'm sure my father and I weren't the only prime ministers to wonder how great but challenging she might have been as a minister. Being mayor maybe was her calling, but hockey was her passion. So when I quit at 70, she called me to give me hell. أنا كثير متشرف إنه العزاء الرسمي اللي عم ينعمل من الحكومة الكندية عم ينعمل بالبارامونت سنتر البنية اللي عليها اسمنا نحن. هيزل كانت كثير مهمة لحياتي وحياة كثير أشخاص. هيزل غيرت حياة كثير ناس. كل اللي بدك تعمله تمشي بمسلسل ساقة تتفرج على البنيات، تتفرج على الأبنية، تتفرج على المدارس، المستشفيات، الجامعات اللي انبنت تحت إدارة هيزل ماكاليون. وبتعرف إنه هاي السيتي فتحت إيديها لكل المهاجرين اللي اجت فيها، لأنه في إدارة هيزل ماكاليون كانت موافقة على هالموضوع.